على مدى 4 أيام متتالية ضيفتها محافظة نينوى، واختتمت أمس تحت مظلة منتدى شباب الأندلس التابعة لمديرية شباب ورياضة نينوى الدورة التدريبية التأهيلية إلى الدولية بفعالية التايكوندو وبإشراف الاتحاد العراقي المركزي للعبة. يقيم اتحاد التايكوندو التابع لمثلية اللجنة الأولمبية في محافظة نينوى دورة تدريبية تأهيلية للإشارة الدولية، وقد شارك في هذه الدورة 12 مدربا يمثلون محافظة نينوى. شهدت هذه الدورة التي جرت بإشراف الخبير الدولي الأردني لؤي الخطيب مشاركة 12 مدربا معتمدا لدى الاتحاد العراقي للتايكوندو في محافظة نينوى. بدأت فعاليات دورة المدربين التأسيسية الأولى في اتحاد الموصل للتايكوندو بواقع 3 أيام بمعدل 8 ساعات يومين، 24 ساعة تدريب نظري وعملي. شارك فيها 11 مدربا من محافظة الموصل نينوى، وكان الشباب على قدر أهل عزم من المعنويات ومن من الأداء الفني والمهاري، حيث أنهم كانت عندهم حب الاستجابة وحب الاستطلاع على ما هو جديد من الحركات الحديثة في الـ WT والكوارتيكواندو دي كوارتر كوكوان. شاركنا اليوم في الدورة التدريبية الدولية بإشراف الماستر الجراند ماستر لؤي الخطيب. هذه الدورة التدريبية هي تفدنا بالكثير من المعلومات وأيضا لتصحيح وزيادة في وصقل المهارات الفنية والقوانين المتعلقة في لعبة التايكواندو. وفي ختام الدورة التدريبية وزعت الشهادات على المشاركين بالدورة من قبل الدكتور محمود شكر صالح نائب رئيس اتحاد غرب آسيا والمحاضر الدولي الأردني لؤي الخطيب. لبرنامج الشوط الثالث، محمود السليفاني، قناة الشرقية.